السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله، معاكم احمد يا اخوان. واليوم عندنا مباراة النصر والفتحة. للأمانة اليوم راح نشوف المباراة ملخص، كون المباراة كانت بنفس التوقيت نقدر نقول مع الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة، حسم الكلاسيكو اكيد. عمي وعم عيالي بيلينغهام خلص المباراة بريمونتادا على برشلونة في برشلونة. بيلينغهام أسطورة من أساطير كرة القدم القادمة يا إخوان، لاعب أسطوري الصراحة. خلص المباراة، خلص الكلاسيكو، فرح كل عشاق الملكي. اليوم عشاق النصر اليوم كمان فرحانين، ألف مبروك لجماهير النصر، 3 نقاط صعودا للمركز الثاني. وأنا من بداية الموسم يا إخوان قلت كلمة، وفي عز تعثر النصر بالمباراتين الأولى بالموسم أمام الاتفاق وأمام التعاون، أنا عارف إنه ما في حدا ينافس الهلال هذا الموسم إلا النصر. ما في حدا يقدر ينافس الهلال من خلال البطولة العربية اللي شفتها قبل بداية الدوري، ما في حدا ينافس الهلال، ما في حدا يمتلك نفس طويل، ما في حدا يمتلك مدرب مثل كاسترو، دكة محترمة، لاعبين أساسيين على مستوى عالي جدا جدا جدا. فلذلك النصر هو راح يكون منافس الهلال الأول وأعتقد الوحيد على اللقب، بسبب مثل ما شفنا مشاكل الاتحاد، الأهلي لسه فريق جديد، التعاون والفتح صعب عليهم، نفسهم مش طويل. فلذلك النصر والهلال، وأعتقد الهلال أقرب يا إخوان، أعتقد أنا هلالي أكيد طبعا بدي الهلال، وأعتقد الهلال هو الأقرب. صعب يتعثر الهلال يا إخوان، صعب يتعثر، صعب، شخصية جبارة. وحاليا النصر الصراحة مع كاسترو يعمل فريق بيخوف يا إخوان، فريق بخوف للامانه. خلينا بدل ما اطول عليكم، لا تنسونا من اللايك، الشير، الكومنت، الاشتراك، تفعيل الجرس عشانكم كل جديد. خلينا نروح للملخص على طول ونشوف الاهداف. ما شفتها بس نشوف الاهداف، نشوف المباراه كيف كانت. يلا بسم الله. طبعا يا اخوان ما ننسى اخواننا في غزه من الدعاء، ان شاء الله ربنا يثبتهم وينصرهم يا رب العالمين، ويكون معاهم ويتقبل شهدائهم يا رب العالمين، ان شاء الله في الفردوس الاعلى، ويشافي جرحاهم ومصابيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس النصر اليوم باللباس، يا الله يا القميص، هذا التيشيرت يا اخوان للنصر والله العظيم تحفه 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 تحفه. هذا التيشيرت مش طبيعي يا اخوان، هو تيشيرت ريال مدريد الاسود هذا الموسم كمان، تيشيرتات عالمية، هذا كحلي مع ذهبي وريال مدريد أسود مع ذهبي. طبعا شفت تشكيلة النصر اليوم يا إخوان، كاسترو مثل ما قلت لكم ثعلب ماكر، يعرف يتعامل مع كل مباراة على حدة. يوم نشوف التشكيلة، التشكيلة الصراحة كانت ممتازة، معروف إنه يلعب بأربعة ثلاث ثلاث، الله يلعن أبو الإعلانات. بس يلعب معروف انه يلعب ب 4 3 3، ولكن اليوم كاسترو لا، كاسترو اليوم يعرف الفيحاء يلعب ب 9 او 10 لاعبين خلف الكره، فلذلك لعب بال 4 2 3 1، خلى تاليسكا على اليمين، غريب على اليسار، ساديو ماني، ويتناوب هو وتاليسكا ورا كريستيانو رونالدو او مع كريستيانو رونالدو مهاجم ثاني. صراحة مثل ما قلت كاسترو ماكر، يعرف يتعامل مع كل مباراة على حدة. تشكيلة حتى فيها الاثنين الارتكاز لعب فيهم، واحد منهم اوتافيو اللي يعتبر صانع لعب، مع فوفانا نقدر نقول هو اللي يساند الدفاع ويكون بجانب قلبين الدفاع بالمرتدات الفيحاوية. نشوف المباراة لحد الآن في فرصة خطيرة يا اخوان للفتح، فرصة وحيدة، صدع نواف العقيدي، يو تاليسكا 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 مسجل هدفين بالهاي، شفت تاليسكا هدفين وتوفي هدف. شوف الفرصة، تاليسكا والله بالراس ماشي بالقدم اليسرى، ما ترحم القدم اليمنى مثل ما شفنا هدفه ضد الدحيل، يعني لاعب متكامل ما شاء الله. لسه ويقول لك تاليسكا بيعطل المنظومة، تاليسكا معقول يعطل المنظومة يا جماعة؟ كنا نشوف الأدوار اللي يقوم بها، لاعب يعني على مستوى عالي جدا تاليسكا. شوف العرضية من نواف بوشل، يا دون الدون اليوم ما سجل، اليوم الدون ما سجل، ولكن الأهم بالنسبة للنصر أكيد تحقق 3 نقاط. تاليسكا هذا الهدف، لا مش هذا، لا مش هذا، أهم شيء تحقق للنصر. يا والله في تسديدات خطيرة للفيحاء، أكيد يعتمد على الهجمة المرتدة، مبالغة دفاعات الخصم، أسلوب خبيث جدا، وفريق غثيث غثيث غثيث، إذا أقعد أحكي من هون لبكرة ما أخلص.
يعني اكثر شيء نحن معانين منه الهلاليين يا اخي. يا الفرصه، يا الهي يا فرصه يا الهي، خليني اشوف، انا اشوف ما فيها شيء. هي 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 يا الهي يا مادو يا مادو، كيف خرج الدون؟ يا الله، هذا حارسهم ام غثيث؟ مش بس الفريق، الحارس اغث من الفريق، حارسهم غثيث جدا وثقيل دم. فلاديمير، فلاديمير يا اخي ايش قد تكرهه، احنا اقسم بالله الهلاليين احنا معانين منهم كثير، هذا الفريق وهذا الحارس بيغثوا يا اخي، بيغثوا اللعبه قدامهم يعني، خيو ثقيله ودمهم ثقيل ثقيل دمهم. تيلس يا عرضياتك يا تيلس. اذا نشوف يا اخوان هجمات النصر اللي قام اشوفها فيها كثافه نصراويه، اشوف كثافه مهاجمين النصر داخل منطقه ال 16 وداخل مناطق الفيحاء. اكيد لو بدك تسجل اهداف على الفيحاء بدك تعمل كثافه، ولا بحياتك ما راح تسجل، لانه تحسب حسابك كل لاعب مقابله اثنين او ثلاثه من الفيحاء. شوف كم لاعب مدافع يلعبوا بتسع لعيبه مثل ما قلنا خلف الكره. والله 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 ضيعها يا ويلي، لو حاط هدف، هاي لو حاط هدف كان تغير كل سيناريو المباراة. يا انفراد، شوف وين ضيعها، هذا نوقف يمين يا الله شو ضيع. لا لا لا، هاي الشوط الثاني بدأ هنا، هاي فرصة بالشوط الثاني، ولكن شو ضيع بنهاية الشوط الأول. يا إلهي هاي فرصة، يا إلهي كان ممكن ينتهي الشوط الأول 1-0 للفيحاء والله يا إخوان، للفريقين هي فرصة الفيحاء. الدون، هذا الهدف، يا سلام الدون يا اخوان، وادوار مش طبيعيه، ادوار مش طبيعيه بصناعه الاهداف، مثل ما شفنا اي لمسه لتاليسكا هدف، يسحب معاه كل المدافعين ويفرغ المساحه لتاليسكا. شوف الهدف، شوف الهدف، شوف الهدف، شوف الهدف، هيو 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 الهدف، هيو الهدف يا اخوان. شوف عبد الرحمن غريب، رونالدو سحب معاه ثلاث مدافعين وفرغ المساحه، ثلاث مدافعين من الفيحاء سحب معاه وفرغ المساحه لتاليسكا. تاليسكا تسديداته مركزة، ضربت بالمدافع، ولكن خلاص تاليسكا من اعطيته المساحة وباليسار، فأكيد راح تكون خطيرة، أكيد راح تكون خطيرة على المرمى الخصم. تاليسكا ورونالدو وغريب وماني يا اخوان، صعب صعب تمنعهم من التسجيل، والله لو بيلعبوا ضد أقوى فريق أقوى دفاع في العالم حيسجلوا 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 حيسجلوا. ولي يا اخوان، شو الفرق، شو الفيحة هذا؟ لا 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 لا، الفيحاء والله مقدم مباراة جيدة نوعا ما، جيدة نوعا ما، وهاجم والله، والله هاجم الدفاع النصراوي، والله هاجم. وشوف الكورة، نواف العقيد الصاحي، الدون، يا لا هذه مش من عاداتك يا الدون، مش من عاداتك ما تسدد كذا كرات، هيك كرات بالمرمى على طول، هيك كرات بالمرمى على طول يا الدون، باليسار أمام المرمى، حب يراوغ رونالدو. ماني، والثاني ماني ما سجل جول يا اخوان، انا ما شفت هدف الا تاليسكا وهدف لاوتافيو، هيك شفتها على جوجل انا. كانه الغي هدف ماني، تسلل ممكن او فاول. تاليسكا، يا هيروسي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا تاليسكا، لعيب ذكرتني بهدف متروفيتش امبارح يا اخوان، تقريبا بيشبه هدف متروفيتش امبارح على الاهلي. اي بالله، يا شوف حتى بالراس ماشي تاليسكا، بالراس ماشي، بالقدم ماشي، تاليسكا ماشي ولا يبالي بحدا، ما يبالي بحدا، بيقول لك لا تلعبوا يا زلم، يخرب المنظومه. يا ماني والله، هون خلاص شكل النصر استلم المباراة بعد الهدف الثاني. شوف الفرص بالجملة صارت، فلاديمير الغثيث ما بوقف إلا قدام ماني ما يسجل، والله ما فيه شيء. صدى العقيدي، العقيدي ما عرفتك، هذا العقيدي ولا مين؟ شو التصديات يا عقيدي، شو التصديات. أها أها، هذا هدف الفيحاء، هدف من ركلة ثابتة، هاي ما يتحمل مسؤوليتها الدفاع، اكيد العقيدي ما يتحمل مسؤوليتها يا اخوان. شوف اوف 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 اوف، يا هذا مين؟ اوتافيو، الهدف الثالث سجله اوتافيو.
شي فاخر على الآخر، شي فاخر على الآخر، ركنها ركن. يا لعيب يا خوتاوي، أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، في الدوري أفضل لاعب في الدوري البرتغالي، ركنها ركن، حطها حط يا رجل. والله هدف أسطوري، ابلع يا فلاديمير ابلع. اي والله يا خوتاوي فشيت كل غلي وقهري فيها الجول. ابلع يا فلاديمير يا البيض ابلع، بس خدامنا بتصير حارس، ابلع خلك تتفرج، خلك بوضعية المصور أوتافيو ابلع. الله يلعن بليسك يا فلاديمير. والله يا اخوان الدون هالمباراة ما سجل، شوف الفماني كيف عده الدون المباراة هاي ما سجل. الله يعين المباراة الجاية مين راح يقابل النصر، لأن راح يقابل كريستيانو وهو غاضب، وكريستيانو يوم الغاضب حبيبي والله سلم على المنافس. المباراة الجاية توقع بالكاس، بكاس الملك أمام الاتفاق. يا فيها ثار، فيها ثار ففانا، لا لا هاي وين المباراة الجاية اخوان ضد الاتفاق فيها ثار، كون الجولة الأولى فاز فيها الاتفاق على النصر في الجولة الأولى، فلذلك الاتفاق حذاري ممكن فيها هاتريك لرونالدو. ألف مبروك يا إخواننا جماهير النصر، ثلاث نقاط مهمة أمام فريق غثيث وثقيل دم على كل المنافسين الفيحاء، ثلاث نقاط مهمة قربت النصر أكثر وأكثر من المنافسة ومن الهلال، فارق أربع نقاط، الديربي بعد شهر تقريبا نقدر نقول، مباراة كان لازم يفوز فيها النصر ويأمن فيها ثلاث نقاط، كونه تعثر الاتحاد في الجولة، تعثر التعاون في هذه الجولة، تعثر كمان الأهلي، لذلك كان الفوز مهم. وألف مبروك مرة ثانية جماهير النصر، لا توخذونا يا إخوان مقدر تصور المباراة مباشر، ان شاء الله نحوظكم بالمباراة القادمة ان شاء الله. لا تنسونا من اللايك شير الاشتراك الكومنت تفعيل جرس الاشعارات عشان يصلكم كل جديد بالقناة. تحياتنا لكم، في امان الله.